تحية لكل امرأة في هذا العالم، سلام أمي أختي صديقتي وجارتي، وأهلا بكم في عالم إزدهري. حديث الساعة الكورونا. مع استمرار انتشار فيروس الكورونا وبدء انتشاره في البلاد، تفشت حالة من الذعر والخوف بين الناس، حيث التزم المكوث في البيت خوفا من العدوى، مع الحرص على عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة. في هذه الفترة تم إصدار قرار من الوزارة بتجميد التعليم وإغلاق أبواب المدارس. هذه الفترة لا نعرف إلى متى ستمتد، ولتكون لصالح أطفالنا نقدم بعض النصائح للتعامل مع أبنائنا في حالات الطوارئ. وللحديث أكثر في هذا الموضوع نستقبل ضيفتنا مروة عثامني دراوشي، مستشارة تربوية وموجهة مجموعات ومحاضرة في مراكز تطوير المعلمين. أهلا بك في عالم إزدهري. أهلا فيك إزدهار، وإن شاء الله بضلك مزدهري على طول. أهلا فيك. بدي أسألك، ما معنى حالة الطوارئ؟ طبعا بداية بدي أوجه تحية لكل الأهالي اللي موجودين مع أولادهم لفترة شهر، ولكل الأهالي ولكل العالم اللي موجود في حالة الطوارئ. حالة الطوارئ هو إعلان من الحكومة لوضع غير اعتيادي إنه تفوت الدولة على حالة طوارئ نتيجة لكوارث طبيعية غير طبيعية، حروبات، تقلبات مناخية، وضع خطر غير اعتيادي. وبحالتنا إسا الوباء اللي هو وباء الكورونا، اللي حسب منظمة الصحة العالمية تم التقرير إنه هذا الوباء هو وباء عالمي، وبالتالي كتير من دول العالم فاتت لوضع حالة الطوارئ. كيف نتعامل إحنا الأهل مع أطفال الموجودين في البيت؟ وهرش طلعوا بريت البيت، فيش مدرسة، كيف نخفف من هاي المرحلة الموجودين فيها؟ طبعاً مهم نعرف إنه كل دولة بتفوت على حالة طوارئ تسن قوانين اللي بموجبها على المواطنين تنفيذ هاي القوانين، وأي مخالف لهاي القوانين يتم معاقبته. قوانين اللي حالياً إحنا شايفينها وعايشينها، اللي هي بالبداية تم إغلاق المدارس والمؤسسات والمكاتب الحكومية، وصار في عنا كمان حجر صحي ومنع السفر من وإلى البلاد ومنع التجمهرات. بالنسبة لوضعنا إحنا إسا كأهل مع أولادنا كيف نتعامل مع حالة الطوارئ، في بتخيل عدة نقاط لازم نأخذها بعين الاعتبار. أهم إشي إنه إحنا نكون منتبهين لأي تغيرات أو لأي مظاهر أو علامات بتظهر أولادنا بحالات الطوارئ أو بحالات الغير اعتيادية، أو الحالات اللي نسميها الأوضاع الغير اعتيادية الانتقالية الجديدة. ففي أولاد أكثر من أولاد بيكون في عندهم تأقلم مع الظروف الغير اعتيادية. التوتر شديد في حالة الطوارئ بيكون حتى عند الكبار، فكان بالحري عند الصغار. إحنا لازم نحاول قديش نقدر إنه نخفف من حالة التوتر الموجودة عند الأولاد، وكيف حكيت لك بيخلف من ولد إلى آخر. أمور مهمة كتير كأهل وكأمهات نأخذها بعين الاعتبار، اللي حكيت إنه في ممكن تصير عندنا مظاهر وعلامات معينة على أولاد اللي بتخلينا لازم ننتبه أكتر، ونتبه إنه هذا ممكن ننتبه إنه هذا الولد غير متأقلم وخايف وممكن يوصل لهلع. حالات عند بعض الأطفال المظاهر هي ممكن نقسمها بثلاث سياقات، اللي هي مظاهر اللي ممكن تكون مظاهر جسدية جسمانية، مظاهر ممكن تكون ذهنية إدراكية، وممكن نلاقي علامات ومظاهر عاطفية. شو المقصود؟ أولاد فجأة بيصيروا يشكوا بالمظاهر جسدية بألام وأوجاع معينة، وجع راس، وجع بطن، قلة شهية، أرق، خوف، ارتجاف، وكتير حالات صعوبة في التنفس. وبعض الحالات ممكن يوصل الولد لوضع أنه ممكن مش حاسس مظبوط وحاسس أنه بده يغمى عليه من درجة الخوف والهلع الشديد اللي بوصل لها. طبعا إحنا دورنا هنا كأهل نخفف من هذا التوتر ومن هاي حالة الهلع. في عنا تمرين اللي بنسميه تمرين التنفس 3-2-1 3-2-1، نفس شوي شوي عشان نزيد الأكسجين، بالذات لعند الأولاد اللي بوصلوا للوضع إنهم ما بيقدروا يتنفسوا. ممكن نعملهم تمارين استرخاء، ممكن مساج، حمام دافي، أكل صحي، عصير طبيعي. نحاول بقدر الإمكان إنه نحسسه إنه إحنا معاه وإحنا حده لا يتخطى هاي المرحلة. هلأ بالنسبة للظواهر أو العلامات اللي هي إدراكية ذهنية، منلاحظ عند بعض الأولاد إنهن مشتتين الذهن، مش معنا تحكي معاهن مش معك الأولاد، أو ممكن العكس
انه انتباه شديد لاي حركه لاي لحظه لاي الجهتين لازم ننتبه عليها. بدنا ننتبه اذا الولد فتحت الباب بتلفت نظره مثلا لاشياء بسيطه بسيطه. لشو بتدل هاي الاشياء؟ بتدل انه خايف كتير كتير كتير، وهذا الولد لازم نهتم فيه شوي زياده. ممكن بهاي الحاله انا بتخيل تيبس هيك منيحه ممكن تساعدنا، نعطيه مهام لهذا الولد اللي شوي حاسس حاله مشتت او منتبه كتير لابسط الامور. نعطيه مهام بسيطه في البيت، يعني يساعد اخوه الاصغر منه، يساعد امه، يساعد ابوه، يعمل فعاليه معينه، يساعد امه بالمطبخ. نحاول نعطيه مهمه اللي يلتهي فيها عشان ما يفوتش هو بهذا الدرس. بهاي المرحله كيف احنا ممكن كاهل نتقرب لاولادنا في البيت؟ بالنسبة لهذا السؤال طبعا إحنا مهم جدا كل الوقت نكون حدين، وخصوصا لما ببلش عندنا كمان علامات اللي هي العلامات الثالثة، العلامات أو المظاهر العاطفية. يعني هنا في عندنا الأولاد اللي ببلشوا يخافوا كتير، اللي ببلش عندهم إشي اضطراب بالمشاعر واضطراب بال ردود الفعل. يعني بتبلش تشوف الأولاد في عندهم مشاعر مخربطة أو مركبة، بيضحك وبيبكي بنفس الوقت، او طفران وفجاه بهدا، او زعلان او شوي بشفى، او يعني مضطرب عاطفيا. فهنا لازم ننتبه انه نعطي مساحه للتعبير، يعني نحاول قديش بنقدر نخليه يعبر. اذا مش قادر يعبر كلاميا يعبر بطريقه غير كلاميه، يرسم، يلون، يكتب، فعاليات حركيه، رياضه، رقص، غناء، عزف إذا بيعزف كمان نعطيه، ونعطي شرعية لأي قول أو أي إحساس، نحتويه لآخر درجة، ما نذمه، بالعكس نعطي كل الوقت مدح وثناء، ونحاول ما نلومه على أي تعبير أو أي شعور هو حاسس فيه، ونحاول بقدر الإمكان إحنا كل الوقت إن نضلنا نحكي كلمات اللي تعطي الشعور بالأمان عند الأولاد. يعني معادلة الأمل والأمان، هاي هي المعادلة المهمة بهاي المراحل. قديش مهم كل الوقت نحكي كلمات مثل ما تخافوا، أنا حدك، إحنا سوا، الإشي راح يمرق، نخفف من روع الإشي، ونحاول نكون حدهن بمعنى الكلمة. يعني إسا إحنا شهر كامل، يعني كامل مع أولادنا، وبتخيل هو وقت كافي إنه نوصل لنقاط كتير يمكن بالحوار وبالنقاش وبالمعلومات الصحيحة من أولادنا. هاي فرصة للأهل الموجودين في البيت معاي. أنا بقول فرصة نتعرف كمان على أولادنا. في قسم للأسف يعني بتشوفي بعصر العولمة والسرعة اللي إحنا عايشين فيه، الأهل اللي بيشتغلوا كتير مش عم بيكون في عندهن وقت يشوفوا أولادهن. يعني صحيح. ففي منهن بقولوا لك أنا عن جد في كتير أشياء بعرفهاش عن ابني إلا بالصدفة. ليش بالصدفة؟ لأنه موجودين مشغولين بأمور الحياة وما فيش حوار كفاية، وما فيش هذا الاحتواء، وما فيش هاي المساحة اللي لازم تكون موجودة بين الأهل وولادها. يعني فبتخيل اللي إحنا كأهل دورنا كتير مهم، يعني دورنا كتير مهم كل الوقت، خصوصا يعني الأم موجودة يعني مع ابنها. طبعا الأم والأب، أنا كمان بشوف إحنا دورنا كأهل مهم كل الوقت، ولكن بهاي الحالات تحديدا إحنا دورنا كمان مفروض يكون أكبر وناجع أكتر، يعني لمساعدة أولادنا اللي يتخطوا مراحل التوتر والخوف. طبعا آليات للتعامل، في عنا عدة آليات. يعني مهم جدا انه ننتبه انه نكون احنا قبل كل شيء. يعني هو اليوم بقولوا لك مثلا الاهل، طب احنا خايفين، يعني كيف احنا بدنا نخبي خوفنا ما نبين على حالنا قدام اولادنا؟ يعني صحيح. اذا احنا نفسنا خايفين شو بتنصحين للاهل؟ بالضبط هذا هو، نخبي خوفنا، نحاول بمعنى ادق انه نكون نتصرف بعقلانيه وبهدوء، ونكون نحاول كل الوقت نطمن الأولاد. طبعا معلومات صحيحة لازم تكون بنفس الوقت ومظبوطة، ونحاول انه احنا نحكي لهم انه الوضع مزبوط مش هوين، احنا اسا فايتين بمرحلة شوي هي صعبة ويمكن تروح، بس احنا رح نكون كل الوقت معك وحدك، واحنا سوا لنتخطى هاي المرحلة. نحاول نتذكر محن مرقناها وكيف تخطيناها سوا. مهم جدا كمان نحافظ على سيرورة حياة ومسار حياة عادي وطبيعي، والروتين بهاي الظروف هو كتير عامل منيح وعامل مساعد. لما منحافظ على روتين بحياتنا ومنعيش الحياة بشكل عادي حتى بفترة الطوارئ. كيف ممكن نحافظ على روتين طبيعي؟ أي الأماكن ممكن إحنا نروحها؟ أي الأماكن لا؟ طلعات مع الأولاد؟ وصل الولد لسه فترة كبيرة، يعني إذا بضلوا بالبيت ممكن يفلس يمل. فبتخيل هون ممكن إحنا ننتبه كتير، يعني مهم جدا، يعني عن جد إسا يعني الإشي مش مزحة، يعني مهم جدا إحنا وين نروح،
وعن مين نروح يعني. أنا مثلا شخصيا المحلات اللي فيها تجمعات كبيرة، المجمعات مش راح أصلها. ممكن الطقس هيك شوي لما يتحسن نقدر نطلع على الطبيعة القريبة منا مع عائلتنا الصغيرة، مع ناس اللي متأكدين إنهن هن مش حاملين للفيروس، العيلة الصغيرة ممكن زيارة الأقارب المقربين جدا جدا يعني. ولكن إذا شكينا إنه إحنا في حاملين لهذا الفيروس نعتزل قديش بنقدر، ما نوصل للبيوت اللي فيها كبار بالسن، ونأخذ الإشي الأمور بجدية عن جد. وبتخيل كتير دول عم بتتخطى الإشي من خلال الحجر الصحي. الصين اللي هي اليوم الدول اللي فيها أكبر عدد عم تتخطى المرحلة لأنها مشيت بشكل جدي على الحجر وعلى الاعتزال وعدم التجمهر والتجمعات. بتنصحينا نشاهد الأخبار مع الأبناء؟ نشوف آخر التطورات ومستجدات. بتخيل حد معين يعني، وحسب جيل الولد كمان. مرات كتير أنا بقول مفروض نخفف من مشاهدة البرامج الأخبار والحتلانات اللي موجودة كل الوقت. بلاش البيت يكون التلفزيون كل الوقت داير على الأخبار وعلى الحتلانات وجد المستحدثات والمستجدات. نغير نفسيتنا شوي، نغير. أنا بقول نحضر شوي ونعاود نرجع للأخبار، يمكن وهن الأولاد شوي مش حوالينا. ممكن جدا نتابع عن طريق التليفون اللي ما نخليش الجو بالبيت هيك شوي موتر كل الوقت أخبار. نفس الموضوع نفس الخوف. بالعكس نحضر. أنا بقول أفلام مضحكة، فيلم أنيميشن، أي إشي اللي هو أي فيلم ممكن هيك عائلي كلياتنا نحضر، نريح أعصابنا، نخفف من مشاهدة الأخبار. بالعكس هذا بتخيل كل ما منخفف إحنا كعيلة منخفف من التوتر. يعني يمكن التوتر بيزيد إذا إحنا منزيد وتيرة مشاهدة الأخبار، يعني لأنه كل الوقت أنت عم بتشوفي في عنا مستجدات وكل الوقت في عنا حتلانات. فلا نخفف. أنا بتخيل أنا كأم كيف ممكن أعلم ابني يتوقع من ناحية النظافة، العادات اللي ممكن تحميه من الفيروس داخل البيت؟ طبعا النظافة هي إشي عامل أساسي ومهم، مفروض يكون كل الوقت، وهو واحدة من الأساسيات اللي مفروض تكون في كل بيت. زيادة إحنا في الوضع الحالي مفروض نحافظ أكتر على نظافتنا العامة، وغسل الإيدين كل الوقت، الاستحمام اليومي، ننتبه إذا كنا مرشحين رشح عادي حتى كمان. يعني إحنا هاي المعلومات اللي منعطيها للأولاد حتى في مظاهر بشكل عام، في مظاهر الرشح العادي إنه دايما نستعمل أوراق تكون معنا كل الوقت، دايما نعطس للمرفق مثلا. هاي المعلومات اللي هي دائما احنا بنتعامل معها. زيادة شوي انه اسا مثلا نخفف تسليم بالايدي، مثلا نحاول نحافظ على مسافة بيننا وبين استعمال المعقمات كل الوقت، نحاول ما نكونش بمحلات كيف حكينا اللي فيها تجمعات. يعني اللي نحاول نتحايد قداش بنقدر قضية انتشار الفيروس، لانه انتشاره عم بيصير بشكل سريع يعني جدا جدا. صحيح 126 حالة إلى حد اليوم، في بنات أطفال كمان، هذا الإشي اللي المقلق جدا يعني، اللي في بنات أطفال وفي بنات شباب يعني. فبتخيل إنه إحنا مفروض نأخذ الأمور بجدية، وصدقيني لو الكل بيلزم يعني الموضوع رح يمرق بطريقة أحسن ونتفادى كل المخاطر والأخطار. صحيح. بنعرف إن أولاد إسا بنروحوش على المدارس وموجودين بالبيت، كيف ممكن يتعلموا عن بعد؟ كيف الأهل ممكن يتدخلوا بالعملية التعليمية؟ طبعا اليوم احنا اغلب المدارس حضرت حالها، في قسم من المدارس انا بعرف اللي حضرت حالها لحالة الطوارئ، وكانت في اجتماعات بالمدارس لقضية التعلم عن بعد. بشكل عام الاولاد اليوم احنا صرنا بعصر اللي في عنا مرات مهام بيتية اللي هي بتكون من خلال التعلم عن بعد، ولكل ولد في عنده الكود تبعه اللي بفوت من خلاله على المهام المهمة على موقع المدرسة، ومتعودين صاروا حتى صدقيني الاولاد يفوتوا ويحلوا مهام مختلفة. فاليوم انه تعلم عن بعد يعني هن صاروا متعودين عليه ببعض المدارس، والأولاد ممكن يتواصلوا مع المدرسة من خلال التعلم عن بعد، وحتى ممكن من خلال مواقع الصفوف، وفي عنا من خلال جروبات كمان المعلمين والمربية الصف مع الأولاد والأهل والتواصل بشكل عام. بتخيل الإشي رح يخفف من وتيرة التوتر اللي موجود، الأولاد رح يلاقوا مهام اللي هي فيها كمان تعلم ذو معنى، فيها فعاليات مختلفة، فيها ألعاب ممكن كمان
كمان. والإشي بيساعدهن إنه يمرروا الوقت، لأنه شهر أنا بتخيل هو وقت كتير كبير. وقت كتير كبير ضغط اللي... ممكن على الأطفال وعلى الأهل نفسهم. هنا ممكن أنا بقول إنه إحنا كأهل نعمل شغل كتير حلوة اللي تساعدنا يعني نتخطى المرحلة ونمرق الأشهر هاي بالشهر شهر بتأمل لا الشهر هذا شوي بطريقة هيك مريحة. ممكن نقعد إحنا كعيلة قاعدين بنسهر نأخذ ورقة وقلم، شو رأيكم نعمل برنامج لهذا الشهر، شو رأيكم نعمل اليوم فعالية معينة، تنظيم نستغل الوقت بالضبط، نعمل تنظيم معين، نعمل خطة عمل أو برنامج اللي هو لكل الشهر زي ما أنت فعاليات دراسة يعني كثير أماكن ممكن اللي هي مسموحة بالضبط. يعني زي ما بتذكر دايما برمضان أنا ولادي بنقعد بنمسك ورقة وقلم ومنخطط 30 يوم شو كل يوم يكون الأكل الرئيسي. ممكن إحنا نعمل إنه هيك برنامج نكتب شو اليوم نعمل الفعالية بهذا اليوم. ممكن نعمل فعالية اللي هي لعبة مشتركة بالبيت، نعمل نلعب بورق شدي تاكي واتيفر، أي اللعبة اللي ممكن تكون عائلية يعني تتسلي فيها شطرنج المشحونة صح. إذا جيل صغير تركبي معه بازل ليجو إلى آخره. ممكن نعمل فعالية الأكل طبعا، وأكيد إسا هي هاي الفعاليات اللي بدها تكون هي يعني الأكثر إشي الأكثر موجودة في البيوت أكثر إشي فعالي بس ديروا بالكم ما تعلوش بالوزن، يعني اعملوا كمان رياضة. أنا بقول الرياضة كتير بتساعد لتخفيف التوتر على فكرة. حتى فعاليات حركية اللي هي على مستوى البيت اللي مش بحاجة لأجهزة، مش كل البيوت اليوم فيها أجهزة رياضية، ممكن نعمل فعاليات حركية اللي هي الأيروبيك، ممكن زومبا، ممكن رقص، ممكن فعاليات حركية مختلفة. كيف قلت لك فعاليات المطبخ، بيتزا، كعكة مع بعض، عصير، سلطة معينة، الطفل بالملل ما يحسش يساعده. أنا بقول كمان محلوم. فعالية مساعدة الأم بالبيت بمهام البيت، يعني مثلا كل أم بتقول لابنها شو رايك بتتقرب من ابنها، شو رايك ترتب خزانتك فيه. مثلا ممكن غرفتك خزانتك مثلا هاي فرصة لإلك ترتب خزانتك وغرفتك على أكمل وجه. يساعده الأم بمهام البيت، ممكن كمان يساعده الأبو إذا عندهم حديقة بالبيت يطلعوا يزرعوا طبعا احنا موجودين بس الجو ملائم، الجو ملائم وربيع، يشتروا ورد. انا هاي الفعالية كتير بحبها وبقول كتير بتساعد، يشتروا اليوم الورد الموسمي اللي بنزرع بقواوير صغيرة، اذا ما فيش حديقة طبعا ممكن نشتري قواوير صغيرة ونزرع فيها هذا الورد. ممكن نزرع حبوب ونشوف الحبوب كيف النبتة بتطلع من الحبة. نتواجد شوي هيك اكتر، اذا البيت في عندنا مجال نطلع برا وجوا، ما نضلناش كل الوقت بقلب البيت صح. نحاول نطلع برا وبرية البيت يعني بالمحيط القريب عم بحكي، نطلع إذا في عنا ساحة أو حديقة برا نطلع شوي نتشمس نشم هواء نفوت على البيت نحاول نمارس حياتنا بشكل طبيعي وبشكل روتيني قديش بنقدر. شكرا لك مروة على المعلومات القيمة، أكيد كل أم استفادت من كلماتك ومن نصائحك خصوصا بهاي الفترة. تك ألف عافية. الله يعافيك وإن شاء الله فترة يا ربي محني وبتمرق، وبتمنى الخير والصحة لجميع الناس، وقلبي مع كل الأهالي ومع كل الأولاد الموجودين بالبيت. وصدقوني استغلوا الوقت قد بتقدروا، خليه ويكون زمان إخوت كيف منسميه أو وقده معنا وذو جودة مع أولادنا، نتقرب لأولادنا ونحب أولادنا قديش منقدر نحبهن نضمهن نحضنهن نحسسهم بأماننا ومحبتنا، وإن شاء الله محنة وبتمر وبترجع الحياة لمجريها. آمين. نرجو السلامة للجميع، الحيطة والحذر واجب، نتمنى أن تمر هذه السحابة السوداء سريعاً وتعود الحياة إلى سابق عهدها. اتبعوا كل أساليب الوقاية والسلامة، لا تستهتروا بالوضع القائم، تحلوا بالهدوء النفسي، فالضغط يولد التوتر. نراكم في أحسن حال.